مساء الخير عمرتي الأستاذة، ومرحب بكل مشاهديكم الأكارم. طبعا هو يعني بلا شك أن الإعلان من قبل الاتحاد الأوروبي فيما يخص تجريم العنف والمضايقات والتحرش الجنسي والتحريض على خطابات الكراهية وكل هذه الأشياء التي وافق عليها البرلمان الأوروبي، وهي أيضا يعني انتشرت كثيرا في الآونة الأخيرة في الكثير من البلدان والكثير من هذه الدول التي صدر فيها الكثير من هذه الانتهاكات بحق النساء تحديدا. لكن نجد أن هذه الاتفاقية أنها أساسا قد صدرت في 25 من تشرين نوفمبر الماضي، من تشرين نوفمبر، وكانت أنها أيضا تتحدث عن أشكال العنف الجنسي والعنف اللفظي والعنف المبني على الجنس أو على الجنس، وكل هذه يعني كانت بمثابة مشاكل كبيرة جدا متعلقة في هذا الموضوع وفي هذا المحور، وأنها فعلا كانت عبارة عن أرقام كثيرة جدا ومقلقة للاتحاد الأوروبي وكل الدول التي وقعت على هذه الاتفاقيات. إذن أستاذة رانيا، طبعا بضوء حديثك يعني عن كما تحدثتي بخصوص الأنواع المختلفة للعنف، إن كان عنف قائم على الجنس، إن كان عنف لفظي، عنف جسدي، إذن الكثير من الأنواع طبعا والتي تشكل خطرا يعني على أو بحق النساء، وأيضا خطرا على المجتمع وعلى العالم برمته. هناك أيضا ورد في التقرير أن هناك مخاوف بأنه لم يتم حسم تعريف الاعتداء الجنسي. كيف تقرأين هذه الفكرة أستاذة رانيا؟ والله يا أستاذة، يعني أنا أنظر للموضوع نظرة مختلفة كليا. يعني إذا حاولنا مثلا تعريف الاغتصاب بأنه هو أداة يعني تعتمد على العنف أو الإكراه ضد ممارسة فعل جنسي محدد، سواء كان هذا الفعل بقوة السلاح أو بالقوة القهرية أو باستخدام حتى أنواع السلطة. وقد نلاحظ في الآونة الأخيرة يعني يمكن انتشر ظاهرة العنف، وحتى يمكن أنها قد أصبحت سلاح في الحروبات التي تستخدمها الدول. وقد حدث ذلك في الكثير من البلدان، مثلا منها دولة إيران التي هي أساسا تعمل على مجال قمع حريات النساء والتعدي على النساء بالنسبة للنساء المعتقلات أو السيدات المعتقلات داخل السجون الإيرانية. ولاحظنا ذلك أيضا بما حدث في النساء الأزيديات في سابق الزمان عندما قامت بهم منظمة داعش الإرهابية بإجبارهم أيضا على الكثير من الأفاعيل المسيئة والمشينة بحق المرأة. وشهدنا ذلك أيضا في السودان عندما قامت ميليشيات الدعم السريع بمثل هذه الأفاعيل واسترقاق النساء جنسيا واستعبادهم. كل هذه الأحداث التي حدثت أيضا هي منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 من نيسان أبريل. فإذا هذه ظاهرة يجب التوقف حولها والحديث حولها ومحاولة احترام حقوق النساء وفرض هذه القوانين الملزمة الرادعة حتى تحتفظ بحق الكرامة وحق الحرية، وعدم السماح لأشخاص للتحرش بهم جنسيا أو لفظيا أو حتى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي كالإنترنت. نعم، من باريس الأستاذة رانيا عمر، صحفية وناشطة حقوقية، لك جزيل الشكر على كل ما تفضلتي به وعلى مداخلتك معنا.